تختتم اليوم فعاليات المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول المؤتمر عدة محاور من أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، والتجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام. وفي الحقيقة المؤتمر بيعالج قضية مهمة جدا في حياتنا كلنا محتاجينها كل المجتمعات، وهي قضية المرأة في ودورها في بناء الوعي. لأن في الحقيقة احنا بنمر بحالات غريبة في حياتنا دلوقتي، محتاجين الأم أو المرأة بشكل عام تكون لديها وعي كبير بالتحديات. هذا المؤتمر يعني أقومه بأنه من أهم المؤتمرات التي تعمل على بذل الجهود لنشر التوعية المطلوبة، وخاصة عبر المرأة، لأن المرأة لها سهم أساس في تربية النشء الجديد، ولها تأثير كبير على الحياة الزوجية. فتخصيص هذا المؤتمر للواعظات يعني مهم جدا، ونأمل منهم وخاصة من خلال تلك الدراسات والكلمات التي سمعتها مباشرة، أرى أنه مستوى رفيع من تقديم الدراسات التي نتمنى أن تصل إلى حيز التنفيذ. أنا بشكر وزارة الأوقاف على اهتمامها بأنها تعقد مؤتمر زي ده للواعظات، وبشكرها أنها يعني فكرت أنها تأهل الواعظات وبتعمل لنا دورات تدريبية عشان ترفع مستوانا، علشان إحنا بندخل المساجد وبنقابل الناس البسيطة اللي عايزة تتعلم دين وعايزة تتعلم عن السنة وعن القرآن وعن السيرة. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، أن أصبح دور الواعظة في مصر يعني دور عظيم جدا. أنت بتشكل وجدان بتاع البنت أو بتاع الولد الصغنن أو بتاع السيدة اللي جاية المسجد علشان خاطر تتلقى الدروس، بتتلقى العلم. أنت بتدي له فقه أسرة، بتدي له فقه عبادات، بتدي له تحفيظ قرآن، بتعمل أنشطة. إحنا بنعمل أنشطة صيفية، بنعمل أنشطة ثقافية في فترة الدراسة.